احنا بنقول ان في عوارض كتير من اول الشباب كده وهي صغير، طول ما انت بتكبر عندك محطات اساسيه كمان، منها من المحطات الاساسيه اللي بيحصل فيها سقوط شديد لناس كتير، اول مرحله وانت فيها لسه صغير في البيت، مامتك وباباك بيربوك وبيعلموك ان انت تبقى ولد كويس وتاكل معرفش ازاي وتعمل ازاي. اول حاجه بتحصل لك ايه؟ يظهر لك شخصيه. قبل كده كنت انت مامتك تلبسك احمر على اخضر اصفر على ابيض معرفش ايه، على اي حاجه تلبسها وتبقى فرحان بيها، تمام. كبرت شويه وابتدى صوتك يخشن ومعرفش ايه، تبتدي يبقى عندك ايه؟ سن المراهقه بقى، يبتدي عندك اراده، صح؟ ده اول اختبار. تلاقي الواد عنده 11 12 13 سنه وابتدى يبقى عنده ايه؟ اراده، فيبدا يختار. شوف من وهو صغير الاختبار بيبدا، هيختار ايه؟ فتلاقي هو نفس الولد اللي كان مواظب جدا على حلقه تحفيظ القران وحابب قوي الشيخ، هو اللي مش عايز يروح له. قال ايه اللي حصل؟ وقفشوه بمعرفش ايه فين وعملوا له في ايه معرفش ايه. هي نفس البنت اللي كانت بتقلد مامتها وعايزه تلبس معرفش ايه وتحفظ ايه هي اللي دلوقتي عايزه تعمل كذا وكذا وكذا. اول ما بدات الاراده، ده اول اختبار. طيب وبعد كده اراده، طبعا الاراده دي بيكون معاها عنصر يعني مساعد اللي هي ايه؟ اراده مع خلطه الناس. فيبتدي يبقى عندي اراده وبشوف الناس، فبقارن نفسي بالناس اللي حواليا. غير مفيش نضوج، بس ده اختبار. اكبر شويه تمام، ويطلع بعد الاراده حاجه اسمها المشاعر. على ايامنا احنا كانت بتطلع على 16 17 18، النهارده بتطلع على 6 باين ولا 7 حاجه. لا الواد بيعيط على جنبه 6 سنين وفي ايه ولا طلقتها؟ طلقت ايه يا ابني؟ يا ده انت لسه ما مهم سيبنا بعض مثلا. اول تلاقي 10 سنين كده يقول لك سيبنا بعض. سيبنا بعض 10 سنين؟ سيبنا بعض؟ هو انت سنك 10 سنين ولا انت ابن حد اتنين سابوا بعض؟ يعني فهمني انت ايه الضمير يعني؟ فتبتدي المشاعر، ده تاني اختبار. تجي له بقى مساله المشاعر ويبتدي الولد او البنت لو عنده فراغ عاطفي مش مملي في البيت، يبتدي يجتذب للجنس الاخر سواء كان ولد او بنت. طيب ده تاني اختبار. وبعدين ايه اللي يحصل؟ يجي اختبار كلية، انفتاح كبير مع الناس، على الناس وناس ما يعرفهاش. فبالتالي الولد او البنت ماشي طول عمره كويس، يجي في الكلية يبوظ، او على فكرة يتصلح. هو اختبار، مرحلة جديدة في حياته. طيب وبعد الكلية الولاد بقى يقوموا داخلين في اختبار ايه؟ الشغل، عايز اشتغل. وابتدي يطلب منه احيانا بعض التنازلات عشان خاطر يشتغل، ده اختبار. طيب والبنت هتخش في الايه؟ برضه الشغل، ويمكن بعدها الاثنين يدخلوا في نفس الاختبار بتاع الجواز، عايز تتجوز؟ اختبار. اختبار في ان انت هتعمل ايه معاها؟ هتعمل ايه في العلاقات الاجتماعيه الجديده؟ هتعمل ايه في مساله الفلوس والتجهيز؟ طبعا ده لو شفته جواز يعني. مين مش متجوز؟ كان في حاجه اسمها جواز زمان، كان بيتجاب فيها صندوق كده كبير اسمه ثلاجه، ملوش لازم نجيبه اول باول يعني هبقى احكي لكم بعد عشان بس ما نصدرش طاقه سلبيه. ولا هي وصلت؟ وصلت خلاص، الحمد لله على السلامه. صلى الله على رسول، صلى الله عليه وسلم. فده اختبار في الجواز تمام. وبعد اختبار الجواز يجيب اولاد، يلاقي نفسه قدام مجتمع اكبر من المجتمع الاولاني، مجتمع اباء وامهات الولاد دول والمدرسه والمدرسين و و و و وتاني بقى الراجل هيكون في اختبار ايه؟ جمع المال. وفي ناس بتفقد دينها. وبعدين وهكذا بقى، طول ما انت ماشي امتحان 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 امتحان، وطول ما انت ماشي ناس بتقع وناس بتركب. طول ما انت ماشي في ناس بتسقط وناس اجتباه ربه. واللي اجتباه ربه ده لو ما شكرش ايه اللي بيحصل؟
مرحلة والتانية وتلاقيه نزل هو كمان ونسأل الله عز وجل الثبات. مين بقى اللي هيموت وهو على الطاعة والثبات؟ عشان خاطر كده اللي بيركب من البداية خالص ويثبت لحد آخر محطة أجره كبير. قال وشاب ناشأ في طاعة الله من الأول، فضل راكب عدى على كله، عدى على تكوين الإرادة وتكوين المشاعر والانفتاح في الكلية والشغل والجواز والعيال والفلوس والمشاكل والظلم والتغيرات كل حاجة، ومات وهو ثابت على الطريق. لا ده واحد تاني بقى، ده أجره كبير، ده انت تيجي يوم القيامة في ظل عرش الرحمن.